يجوز تكريم وياكلوا القاطو وياكلوا الحلوه وبقى على خير في الامان، ولكن الصح كامل ما الصح. انت تشوف انه التكريم اللي تعمل له يليق بمقامه بصراحه؟ لا 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 لا، ماشي هكذاك، انا كنت نشوف فيه ماشي هكذاك. وش هو التكريم اللي انت تنتظره؟ يعني الفنان كبير واسم كبير كما الحاج العنقه، قال لك اللي ما عندوش الجمره يجيب من عند جاره. دوك انا اللي ما نعرفش نشوف الناس كيفاش تدير، حل العقل نرفد عليهم. نشوف الناس كيفاش يديروا، حب يقول هكذايا بالك، فلربما تكريم يكون تكريم في مهرجان تاع اسبوع ولا 10 ايام ولا اللي هو، فهمتي؟ وهكذايا ويجيبوا مغنيين ويجيبوا كذا، كيما يديروا لك على انستغرام دو تول موند، كيما يديروا الناس الفنانين واحد اخرين. او انهم يسموا عليه شيء، ممكن شارع، ممكن مدرسه فنيه. ماشي محال يسميوا عليه شيء هذاك باش يخلد الاسم تاعو، يعني باش يبقى الاسم تاعو من جهه، فهمتي؟ هو على كل حال خلى تلاميذ وخلى هو وقف على شغاله، ما فهمتي كيفاه؟ هو الشيء اللي كان يهمه للفن تاعو ما يموتش، ما يتشالاش، يعني كي يموت هو ما يموتش الفن تاعو. وفي هذا السبب وهذا الباب هذيا اللي كان في المعهد كان يكون، كان في المدرسه هذه كان يكون، والحمد لله اليوم راهم في الساحه الفنيه الاغلبيه كامل تلاميذ تاع الحاج محمد، يعني مشيوخ الكبار اللي راهم حاليا مشيوخ الكبار، يعني ما لا داعي للاسماء. شكون هما الاسماء يعني؟ يلا قلنا الاسماء. ايه ما شاء الله. جبدو شاع وبورديب، فهمتي؟ عبد القادر شرشام، هذوما كامل تلاميذ تاع الحاج محمد الله يرحمه. يعني اسم كبير جاب علم اسامي كبيره اليوم. علم اسامي كبيره وعلم اربع اجيال. ما شاء الله.